Groups. How can I create groups بالActive Directory؟ يعني بمعنى التاني أنا وقت بحاجة أني جمع users مع بعض بغض النظر من أي organizational unit هني وحتى بغض النظر شو كان الفunctional level تبعهم administrator, guest and so on. بحاجة أني جمعهم بgroups to give them specific policy. حروح على الorganizational unit أعمل right click وحقله I need to create a new organizational unit حسميها groups. شو معناتها؟ أنا هون بدي حط my groups. بمجرد ما سميتها groups حقله okay. حتنزل عندي هون أنا حكون بالblank space and now I need to create my first group. إذا بجي بعمل right click I need to create an object of type group حكبس عليها وشو بدك تسمي هيدا الجروب يلي عندك هون. بهيدا الexample أنا في عندي visitors في عندي technicians في عندي staff and so on. Now I need to create a staff group. فبجي بكتب كلمة الستاف يعني بمعنى تاني بغض النظر الستاف وين موجودين بالوست ولا بالإيست بدي اجمعهم كلياتهم بجروب واحد to give them a specific policy. الجروب ممكن يكون global او universal او domain local. شو معناتها domain local؟ شو معناتها global؟ شو معناتها universal؟ by default هي global. شو معناته الglobal؟ معناته هذا الجروب ممكن يكون member ب another groups ومعناته حيكون طبعا عندي على صعيد الدومين اللي انا موجود فيه. إذا كنت عم بقول universal معناته إذا كان في عندي أكتر من domain واحد within a forest. شو معناته forest وكيف ممكن يكون عندي أكتر من واحد حنحكي بعدين. So هيدا الجروب لازم يكون universal. أما الدومين local حنحكي عنها هلأ بعد شوي بعد ما خلص الcreation. في groups بيكونوا localized على قلب الدومين controller عندي. أنا بدي أعمل group يكون تابع لهيدا localized group. كيف بتتم العملية؟ تنفهمها أكتر حنشوف بعد شوي. بالنسبة للجروب تايب في عندي security وفي عندي distribution. طبعا نحن بأغلبية الأوقات 99% حنستعمل security group to distribute policies. distribution نحن بس بتلزم لنا إذا كان في عندي أنا بس email distribution using email exchange. طبعا هيدي الأوبشن مش حأحكي عنها. حدل أنا على security يعني by default حأترك كل شيء مثل ما هو بعد ما أكون سميته staff. بمجرد ما قلت له اوكي حلاحظ الجروب صار موجود عندي هون والايكون تبعيت الجروب هي عبارة عن مثل 2 personals حد بعض. كيف فيني اعمل انا management للجروب؟ بيجي بعمل right click على الجروب بقول له properties. انا هون بيفتح لي several tabs. اذا رحت على الممبرز هون I can add my members. member of انا هون I can put this group member of another group. اما بالنسبة لاخر تاب بنبقى بنحكي عنها بعدين. بالنسبة للممبر اوف والممبرز هن عبارة عن تولز انا بدي استعملهم كتير خلال ماي كورس. كيف فيني زيد يوزرز على قلب الستاف جروب؟ يعني بمعنى تاني انا بقلب الستاف من الايست برانش في عندي ميرا كندي وفي عندي الستاف من الوست برانش اللي هن جيسون باتريس وتيم بان. لازم يجمعهم كلهم جروب واحد اذا بدي اعطيهم سبيسيفيك تايب اوف بوليسي. كيف هيدا البوليسي نحن بنعطيها بنحكي عنها كمان بعدين. تنقدر نجمعهم فيني اجي انا بكل بساطة على الستاف هون يلي عندي بقلب الواست او بقلب الايست ما بيهم. حروح على ميرا كندي اعمل رايت كليك حاعمل properties and I need to go to the member of في عندي الدومين يوزرز بدي زيد عليا طبعا الجروب اللي انا عملت له creation. يلي انا عملت له creation هو الستاف فاذا حكتب كلمة staff check names. بمجرد ما صارت موجودة بقوله اوكي برجع بعدين بعمل له اوكي وهيك بكون انا عملت له add. إذا هلأ بنزل على الجروبس اللي موجودين عندي هون بفوت على الستاف جروب دبل كليك بالممبرز صار في عندي ميرا كندي. Another way فيني اكبس على الاد الموجودة عندي هون and I can add my users. adding هو تيم بكبس على تيم بيطلع عندي تيم بان وإسا في عندي another user أنا I need to add it بقلب الستاف جروب ألا وهو جيسون باتريس. فإذا كذلك الأمر بقلب الجروب دبل كليك بروح على الممبرز بجي لهون بكتب كلمة جيسون. بمجرد ما حطيت جيسون صاروا موجودين عندي ثلاثتهم. في شغلة كتير مهمة. كل يوزر ستاف أنا بدي إخلقه بدي باي ديفالت يكون assigned على قلب هيدا الجروب. So لازم كمان نعمل adding للتمبليت. فإذا بروح على التمبليتس بيجي بقول أنا في عندي الستاف تمبليت. فإذا بعمل right click عليها بيجي بقول properties بروح على member of وبزيد كمان هون عندي الستاف. وأكيد بخلي دايما primary أنه يكون مين domain user يلي هو أنا عم بستعمله assigned على هيدا التمبليت. بيجي بقول أوكي. أي كوبي من هيدي التمبليت كمان بيطلع عندي بقلب الستاف جروب. إذا برجع هلأ على الجروبس أنا بحاجة إني أخلق كمان للفيزيتورز وللتكنيشنز ولكل الباقيين مشان يكون عندي كل شيء كونسيستنت وقت ما بدي أحط بوليسيز. طبعا بعد ما عملت كرييشن لكل الجروبس اللي أنا بحاجة لإلهم زدت عليهم الويست برانش والإيست برانش لأنه ممكن أنا يكون في عندي بوليسي بدي أعملها بس لهيدا البرانش اللي موجود عندي هون إت كود بي. فإذا حيكونوا عندي موزعين على الشكل التالي. كمان انا اذا بدي فيني اعمل جروب بيجمع لي هون كل ليتهم بوان سنجل جروب.
فإذا بدهم يكونوا كلهم nested under one group. فإذا حاجي أعمل right click حقل له new حقل له بهيدي الطريقة group حسمي أنا هون frozen bug frozen bug users. وبمجرد ما سميته هيدي التسمية أنا I need to add all these groups على قلب frozen bug users. شو معنيته هيدا الكلام؟ معنيته هيدا الجروب شو ما نحط عليه policy حيكون عم بيوزع لكل الممبرز يلي عندي هون. Logically speaking أكيد بيكفي أني حط بقلبه الإيست والواست لأنه هن بقلبهم كل اليوزرز، أو فيني حط بقلبه الفيزيترز والستاف والتكنيشنز والأدمنز والدايركتورز كمان هن حيكونوا جامعين لكل اليوزرز من التو أويوز. حاجي أنا أختار بس الواست والإيست، حفوت على قلب الفروزن باج يوزرز حقل له هلأ الممبرز اللي بدهم يكونوا عندي هن جروبس. فإذا بيجي لهم بكبس وبقول أنا I need to add the west. فإذا بمجرد ما حطيت الواست طلعوا عندي الواست and I need to add the east. يعني بهيدي الطريقة بكون أنا عملت adding لكل اليوزرز تبعون frozen bug. بعد ما أنا حطيت هيدول اليوزرز اللي موجودين عندي بقلب الجروب لازم شدد على فكرة كتير مهمة إنه الجروبس هن totally different عن الorganizational unit. الجروب بيعملوا لي aggregation لpolicy على هيدول الممبرز الموجودين أنا عندي هون بقلب هيدا الجروب. كيف بتتوزع بعدين بنحكي كيف. Moreover organizational unit هون حتكون هي grouping مش لpolicies، حتكون هي عبارة عن grouping لcontainers. حتى أكتر من هيك الجروب ممكن يكون بقلبه members من different containers، أما الorganizational unit كل container بقلبه its own members ما بيقدر يكونوا بorganizational unit تانية. شغلة أخيرة بالنسبة للgroups، نحن جينا قلنا وقت ما بدنا نعمل creation لأي group أنا في عندي نوعين، يعني بمعنى تاني يا أما بيكون domain local أو global. طبعا اليونيفرسال قلنا بده يكون هو خاصه بالفورس. اما بالنسبه لموضوع الدومين لوكال الجروب يلي بيكون معمل له لوكالايزيشن على بي سي بقدر انا اشوف اكزامبلز عنهم بالبيلت ان فولدر يلي موجود عندي هون. الادمنستريتور جروب يلي موجود عندي هون هو عباره عن جروب موجود عندي بالدومين سيرفر، هيدا هو عباره عن لوكال. اذا عملت دبل كليك عليه حلاحظ انه بيلت ان لوكال وما فيني غيره. يعني بمعنى تاني هيدا الجروب عنده سبيسيفيك بوليسيز تو ادمنستر ذس سيرفر. ممكن أنا يكون في عندي nested group، يعني group بياخد منه policies بيشبهه هو موجود عندي باليوزرز يلي هو الدومين admins. إذا بكبس على الدومين admins حلاحظ أنه هو عبارة عن global نوجد عندي من بعد ما أنا عملت creation للfrozenbug.com هو member of the administrator group and another type of groups. يعني بمعنى تاني أنا كمان فيني أعمل هيدا nesting على الجروبس اللي أنا عملت لهم creation عندي، ولكن بدي أعرف أنا شو التارجت اللي بدي أوصل له أو الديزاين to make this.